ولذلك جاء في النصوص أن الخمر أم الخبائث، والأم الأصل. فجميع الموبقات والمنكرات إخوة الإيمان يفعلها المخمور، فالخمر سبب للجريمة، والخمر كل ما خامر العقل فالطاق على وجه النشوة واللذة. وكذلك المخدرات هي في هذا النوع في أنواع الخمور، لأنها تغيب العقل وتغطيه. والله عز وجل في القرآن يبين لنا مفاسد الخمر فيقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا فلاح في المجتمع، في الاقتصاد، في الأمة، إلا باجتناب الخمور والمسكرات والمخدرات، وهذا بنص القرآن الكريم: لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذه مفسدة اجتماعية للخمور والمسكرات والمخدرات بنص القرآن الكريم. ولذلك تجد المخمورين وتجد المخدرين يعتدي بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضا، ويفعل الفاحشة في بعضهم بعضا، حتى أصبح الذي يتناول المخدرات يقولون تناول يعني شيئا يصبح به شجاعا، يعتدي به على الغيب. فالخمور والمخدرات والمسكرات مفاسد، والشريعة الإسلامية شريعة المصلحة، وشريعة تدرأ جميع المفاسد. فديننا جلب للمصلحة ودرء للمفسدة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا ضرر ولا ضرار، فكل شيء يضر بالإنسان فهو ممنوع. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وهنا في هذا النص إخوة الإيمان ذكر بعض المفاسد، وهذه المفاسد تدل على غيرها. والمخدرات فيها مفاسد خطيرة، طبية واجتماعية ودينية. والمخدرات سلاح خطير للأعداء، وخصوصا اليهود، من أجل تدمير المجتمعات وتدمير الشعوب. ولذلك الذين يروجون المخدرات ويستوردونها ويسهلون استيرادها وينشرونها بين الأمة، هؤلاء ينشرون السم السعاء لشباب الأمة ولجيلها، ويريدون تدمير المجتمع والقضاء على الأمة. اللي يستورد المخدرات ويخليها تدخل، واللي بيعها هذا مجرم، جريمة، وفاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. وهؤلاء محاربون ومحاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء خونة للأمة. ولذلك أيها الإخوة، لا يجوز بأي حال من الأحوال التهاون أمام هؤلاء المجرمين، فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
لأن هذا السلاح سلاح فتاك، وإذا أراد الأعداء ضرب أمة في الصميم والقضاء على شعب من الشعوب نشروا بينها الخمور والنساء. ولذلك في بروتوكولات صهيون إخوة الإيمان كأس خمرة وامرأة، كأس خمرة وامرأة يفعلان ما لا تفعله جيوش جرارة فتاكة بأسلحة متطورة. ولهذا نحن نحذر أشد التحذير ونحمل المسؤولية أهل القرار خاصة، ونحمل المسؤولية الناس جميعا في مكافحة هذه الجريمة. ماذا نفعل بالشباب؟ الشباب يشرب المخدرات ويشربوا به، وللأسف يبيعوا المخدرات، نعرفهم ويعرفهم الناس موجودين أمامنا يبيعون ويشترون، وجميع الناس نعرفهم، فكيف يطرق لهم الحبل على الغالب؟ كيف يطرق لهم الحبل على الغالب؟ يؤذون الأمة ويدمرون شبابها ويدمرون الجيل، ملايين الشباب يتعاطون المخدرات، والشباب وصل الأمر إلى حد المتوسطات والثانويات. وهذا ما لا يجوز السكوت عنه، ولا ينبغي لأهل القرار خاصة أن يتهاونوا في مكافحة المروجين والمستوردين الذين يقتلون الأمة وينشرون فيها الفساد ويحاربون الله ورسوله بهذه الآفات وبهذه الجرائم. وهل تستطيع أمة أن تبني اقتصادا وأن تبني مجدا وأن تتقدم وأن تكون في مصاف الدول الكبرى وشبابها وخيرة شبابها إخوة الإيمان الأقوياء الذين يبنون أصحاب السواعد يتعاطون المخدرات؟ لا نستطيع أن نبني اقتصادا ولا أن نبني جيلا. ما لكم؟ كيف تحكمون؟ ما لكم؟ أفلا تذكرون؟ إخوة الإيمان إن الأمر خطير، إن الأمر خطير، وإن سفينتنا لفي خطر إذا لم نعد إلى الله تبارك وتعالى. ربما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه.